مؤمن محمد راب عربي 105. ما هي البداية؟ بدأت حد من نهاية، مش هتشوف وقدي ايه الحكاية جاية، مش هتهدي ميكروفوني بيدي، انت شخص مادي، ايه الخلاصة؟ تعالى خد من عندي بص في المراية، مش هتلاقي زيي. البداية عايزين بداية صح، بداية تنفع للنجاح، مش مهم مهما يكون اكون مجنون ومش لازم اقول نباح، عشان الفن الصح مش محتاج نواح، كلامك هو المفتاح، استخدمه يكون سلاح فتاح لأي باب مهما يكون، كله يهون لو عندك صبر هتفتحه، حتى لو كان بره الكون، تخش جوه تنسى الهموم، تعيش مش شايل هم مرحوم، كأن خلصت شغل وداخل في النوم، عيش حياتك يوم بيوم، الراب ده أصل الفنون، فقوم وريهم أصلك وإنك عايز توصل مش مجنون، إنك ثابت على نفس اللون، مش كل يوم تكون شخصية مخادعة في الصعاب، بيع الصحاب لو كانت تمن تراب، تكون ثابت على حالك راضي بيه هتلاقيه راضي بيك، لأن ربك خلقك مخليك على أحسن حالة، وإنت ما إنتش شايفها ما بلاش أقولها، ما إنت إحساسها عارفها لمسها بس ناقص تؤمن بيها، هتلاقيها ماشية معاك تحبك، فإياك تفكر غلط ترتكب ذنب بسبب تروح النار، هدفك موجود بس ناقص إصرار، ما تحاولش تضيع وقتك في الفرار، اعتبر الحياة جرداء وإنت الفنار، بتنور مش بتدور على حد غيرك تلبسه، تخش في شخصيته تتقمصه تهندسه على قدك بالمقاس، لانك في الاخر هتلبسه. ما هي البدايه؟ بدات تحدي من نهايه، مش هتشوف وقدي ايه الحكايه جايه، مش هتهدي ميكروفوني في يدي، انت شخص مادي، ايه الخلاصه؟ تعالى خد من عندي.